على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أهم ما يجري في هذه الأيام حادثة لا بد من الوقوف عليها، إن فيها عبرة وموعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أولا، أحمد الله عز وجل وأصلي وأسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذه المحاضرة إن شاء الله سبحانه وتعالى هي لنا جميعا ككلا قسمينا للمجاهدين وغيرهم. أولا، هذه المحاضرة قسمتها إلى الأقسام التالية: مقدمة لا بد من الوقوف على هذه المقدمة، تعرفنا عن خالقنا الأمر العظيم الكبير الذي لا تدركه العقول، مقدمة لا بد منها لنخشى هذا الإله الذي لا يغيب عنا هو أقرب إلينا من حبل الوريد، مقدمة لا بد منها. ثانيا، كيف تختم حياة المؤمن؟ ثالثا، ما سبب ذلك بأن يموت المطيع بهذه الطريقة؟ رابعا، هل يتغير قانون الله عز وجل فيما جرى من يومين؟ خامسا، ما هي القرائن التي تدل على قتله من قبل هذه الإصابة؟ سادسا، قوانين ثابتة له ولأشكاله في كتاب الله عز وجل. سابعا، العبر والعظات والدروس المستفاة من قتله. ثامنا وختاما، لمن وجه هذا الكلام له وأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى بالمقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن يعلم السر وأخفى، ولمن يعلم ما تكن صدورهم ما يعلنون. الحمد لمن لا تخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الحكيم الخبير. الحمد لمن له الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لمن لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحمد لمن له الملكوت والملك وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خلق فأبدع، وصنع فأتقن، وأعطى فأجزل، وحكم فعدل، وعصي فغفر، وعلم فستر، ودعي فاستجاب. إنه الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، العدل اللطيف الخبير العليم الكبير الحفيظ المقيم الحليم الحسيب الجليل الرقيب المبدي المعين الواحد الأحد الفرد الصمد. هو ربي، إنه خالقي ومالكي، مدبر أموري. إذا غاب الكون فهو الحاضر، إذا عزل الأطباء فهو الشافي، إذا ترك المعين فهو المعيل. يا حاضرا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقده؟ يا من مجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. رأيته بعين قلبي فقلت لا شك أنت 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 الذي حوى كل عين، فلا حيث لا عين أنت، فليس للعين فيك عين فيعرف العين أين أنت، وليس للكيف فيك كيف فيعرف الكيف كيف أنت، وفي فنائي لا فنائي وفي فنائي رأيت أنت سبحانك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وحبيب رب سيد المرسلين وحبيب رب العالمين. من كان أكثر دعائي: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أبدا حتى يميز الخبيث من الطيب، حاشاه، حاشا مولانا أن يترك العصبة المؤمنة متخليا عنهم، غير آله بهم، غير آله بما يعبث العابثون بهم، حاشاه تعالى أن يترك الزغل والنفاق دون تصفية الخبيث من الطيب، ودون أن يميز بعضهم من بعض،
ليس ذلك من سننه تعالى، لا، لأن له يدا تعمل في الخفاء بمنتهى الحكمة البالغة وغاية الرحمة والعدالة، فلا ينبغي لأحد أن يستعجل عليها ولا يستأخر ولا يستدرك ولا يستقدم ولا يقترح على هذه اليد التي ليس كمثلها شيء، ليس كمثلها شيء، لا ينبغي أن يقدم بين يديه سبحانه وتعالى. إنه قرار الله القاطع اليقيني الذي لا يناقش، قرار الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. إنه قرار الله القاطع اليقيني الذي لا يناقش، لا شك فيه، لا معقب له، لا اعتراض عليه. إنه ثابت راسخ رسوخ الجبال الراسيات، ما كان الله ليذر المؤمنين على حاشاه أن يلبس على عباده كالبوط وامثاله وحسون، حاشاه تعالى. إن النتائج ستظهر عند الموت، حاشا المولى أن يدلس على عباده، ما كان الله ليدلس على عباده ولا ليخدعهم ولا ليمكر بهم ولا ليذرهم بعيدين عن عنايته ورعايته وكلائه وحمايته واعتنائه بهم، وما كان ليتركهم نهبا لنوائب الدهر يلعب بهم المبطلون ويلبس عليهم المنافقون ويتحكم بها المرتدون ويذلهم الطغاة والمتجبرون ويفتك بهم المارقون تحت شعارات مزيفة ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، مرة تدين، مرة تقوى، مرة علم. إنها باطل خبيث وإلحاد تحت شعارات براقة، إسلام ودعوة وإيمان وحرام وحلال، جولة سطحية ثم ينكشف الغطاء ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون. مقدمة لا بد منها. أما ختام الإنسان، انتقل الختام عن شهر بن حوشب رضي الله عنه قال: قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب يا الأبصار ثبت قلبي على دينك، كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب يا الأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا الكلام الذي يدعو به عليه الصلاة والسلام هو مصداق وتطبيق عملي لقوله تعالى في سورة الأنفال. ماذا قال في سورة الأنفال؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أيها الإخوة، إن هذه الخاتمة ملخصة بقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الصادق المصدوق ابن مسعود عن سيد الخلق وحبيب الحق محمد عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه منها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه منها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. عجب، هل يظلم أحد؟ لا، لكنك لا بد حينما تقرأ هذا الحديث أن تعود لرواية البخاري ليشرحها بكلمة. ما هي الكلمة؟ فيما يبدو للناس إنه يعمل بعمل أهل الجنة، دعوة طنانة رنانة، لكن الذي يبدو للناس أنه عالم، ولكن الذي يعلم السر وأخفى، لكن القانون الذي يتداوله العرب، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمين. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل فيما يبدو للناس، نحن لا نطلع على السرائر، هو الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الخاتمة كيف تكون. أيها الأخوة، كان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل خير أعمالي خواتيمها وخير أيامي يوم ألقاك. العبرة بالخواتيم، قال الفقهاء جميعا دون استثناء: العبرة للمآل،
ليس للنظرة السطحية حكما في الواقع. لماذا؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن العبرة الخواتيم، العبرة للمآل، العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، ويصبح كافرا يمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. السبب، ننتقل الآن إلى الفقرة التي بعدها. ما هو السبب فيما حصل؟ هناك أسباب أطلعنا القرآن الكريم عليها ولا ينبغي إطلاقا أن نتجاهلها وأن نضرب عنها صفحا، لمعنى لنعلم جيدا أن الله ليس بظلام العبيد، أن الله لا يظلم أحدا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما هي هذه القاعدة التي تضمن ذلك؟ هناك أسباب يسلكها الإنسان فيدفع ثمنها عند الموت، لا بد أن تكون مقدمات تدل على نتائج. هذه المقدمات ثمن لختام الإنسان. فليفتش كل إنسان عن سلوكه في هذه الحياة الدنيا وعن الأقساط التي يدفعها لتكون الخاتمة حسنة. نسأل الله تكون الخاتمة حسنة. هذه نتيجة حتمية. يداك أوكتا وفوك نفخ وأنت الجاني فلم الصرخ. نتيجة كسب اكتسبه العام، نتيجة عزم عزم عليه، نتيجة هم همه، نتيجة سريرة طوى عليها أظهرها الله عند الموت. أيها الأخوة، قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار أصحاب القبور. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى: ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال تعالى: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك ليش ارتدوا؟ تعليم، لأنهم قالوا، فقط قول، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، قالوا للنقطة: سنطيعكم في بعض الأمر وسنطيعكم في المستقبل، ليس الآن، وقول فقط دون فعل وفي المستقبل وبعض الأمر. من الآن أصبح مرتدا. هل يجرؤ أحد أن يدخل النيران المشتعلة؟ الكفر أشد من النار، ودليل على ذلك فما أصبرهم على النار، أي ما أصبر على الكفر. هل يستطيع الإنسان أن يصبر على الكفر؟ الكفر هو النار. هذه الآية في سورة البقرة هذا معناها. كيف نقول لهم؟ يقول القرآن نصا لنا. النص في القرآن وفي السنة لا يشرح لأنه مشروح خالص، لا يحتاج تفسير لأنه مفسر، لا يحتاج تأويل لأنه مؤول، لا يختلف عن اثنان. نص القرآن الكريم على أن من وعد هؤلاء المجرمين بكلمة وفي المستقبل وفقط قول، ما بالك كيف من يسير إليهم؟ كيف من يرفع التقارير بالأبرياء؟ إن لله يدا تحسب عليهم كل كلمة، إن لله علما يطلع إلى سويداء قلوبهم ماذا تكن قلوبهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم، قولوا هذا للبعث العقائدي الذي كان في خلفايا الليل يجتمع ليكتب التقارير، والله العظيم إن الإله لن ينسى وسيدفع الثمن غاليا بهيضا باهظا. هذا الثمن الذي قدمت يداه وجعل المجرمين. إن الذين قولوا لكل بعث عقائدي، قولوا لكل شبيح، قولوا لكل ضابط، قولوا لكل مخبر، قولوا لهم هم مرتدون.
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك. ليش ارتدوا؟ لأنهم قالوا فقط قالوا للنقطة سنطيعكم في بعض الأمر سير الاستقبال وفي بعض الأمر والمسألة قول ليس فعلا. من الآن أصبح مرتدا. لمن هذه النصوص؟ النتيجة الحتمية تظهر عند الموت حينما يلتف ملائكة الموت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون بما كنتم تقول على الله غير الحق وكنتم على آية تستكبرون. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. من كسر سواد قوما حشر معهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. اعلنتم السبب؟ هذا هو السبب. من وقع في هذا المطر ستظهر نتيجته عند الموت حينما يلتف ملك الموت من حوله. هذا هو السبب. هذه هي الأقساط التي دفعوها ليموتوا على هذه الشاكلة. قال أحمد بن حنبل وكان يختلف مع أحمد بن أبي لؤاد ذلك معتزلي فاسقي يعني خارج عن أهل السنة والجماعة والإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال بيننا وبينكم الجنائز بيننا وبينكم الجنائز. من خرج وراء جنازة الإمام أحمد 300 ألف مشيع ولم يخرج وراء أبي لؤاد أحمد بن أبي لؤاد المعتزلي سوى عدد قليل جدا. هذا ما نراه حينما يقتل الشبيح نجد النتيجة ماذا تكون وحينما يستشهد الشهيد نجد الأمم الجحافل في بلدتنا تسير وراءه. بيننا وبينكم الجنائز. ما هل كان أحد مع جنازة الموت غير المخابرات؟ هل يعلم أحد؟ بيننا وبينكم الجنائز إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. المسألة الخامسة هي قانون الله سبحانه وتعالى. من عادة الله سبحانه وتعالى ومن قانونه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل وضع قانونا ناموسا في هذا الكون. ما هو الناموس؟ رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. عليكم الجماعة، إلزم الجماعة، إلزم ناموس الجماعة المسلمين. شذ وند وهرب والعلماء يقولون له أصحاب للبوط أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا إلى الهدى ائتنا. يقولون قال الشيخ كريم له وقال الشيخ أسامة له قال الشيخ ساري له وقال راتب النابلسي له وقال له العلماء جميعا في الداخل والخارج إلى الهدى ائتنا. قل إن الهدى هدى الله. هل استجاب لهم؟ هذا القانون بما انطبق له أصحاب يقولون إلى الهدى ائتنا. وقال نوح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي إن نوح من أهل السنة والجماعة إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعرف أن تكون من الجاهلين. هذا ما قيل للبوطي. قيل له أصحابه له أصحاب يدعونه. قال له رئيس رابطة العلماء سمعت أكثر من مرة وأكثر من محاضرة ينصح البوطي. ختاما قال له أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم أسقط محمد علي الصابوني رئيس رابطة العلماء هذه الآية على البوطي والحسن لحد أنت فيه إطلاقا. لا نريد أن نذكر هذا الخسيس
هذا اللعين والله العظيم أقسم بالله العظيم لا سمعت ولا رأيت ولا درست أخبث من ذلك الإنسان وأمس من ذلك الإنسان. والله إنه يضع مسيلم الكذاب في جيده الصغيرة. قال المفتي قال رحمك الله يا أبا اليسر أبا اليسر عبد الدين أبو اليسر عبد الدين الذي قال لعبد الناصر أجبره عبد الناصر المجرم أجبره على أن يفتي بإصلاح الزراعي والاشتراكية والتأمين. قال لا أفتي. قال أسكر أسكتك الله. فقال الشيخ أبو اليسر بشوف أنت أسكت أنا ولا أنت بشوف يسكت. وبعد ذلك فعلا بعد عدة أيام سلك طريقا الشيخ أبو اليسر عبد الدين مفتي قبل كفتاره الذي أفتى لحافظ الأسد كفتاره بأن يكون رئيس دولة. قبله الشيخ أبو اليسر رحمه الله نور يتقطر من جو من بين يديه ومن خلفه ومن أمامه وعن يمينه وعن شماله. قال لا. قال لعبد الناصر قال الشيخ أبو اليسر سترى من الذي يسكت أنا أم أنت؟ وفعلا اتفق مع رابط العلماء في سوريا وكان رئيس الرابطة العالم المالكي. فطردوا عبد الناصر بأسلوب عجيب لم يقطر نقطة دم حينما أخرج الله هؤلاء المستعمرين عبد الناصر الأشكال. هذا هو المفتي. المفتي الشيخ أبو اليسر ماذا حسون؟ هو عنصر في المخابرات وتوجه مقدم كان يقول له مقدم أو عقيد لا أدري. هذا المفتي؟ نعم. من عادة الله عز وجل من سننه في الكون أنه لا ينبغي أن يشد عن أهل العلم وعن الجماعة إلزم الجماعة ومن شذ شذ إلى النار عليكم بالجماعة. العلماء دعوه فما استجاب. إذا لم تصادف من بنيك عناية فقد كذب الراجي وخاب المؤمن. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. أيها الإخوة الأقساط التي دفعها البوطي بدأت من الثمانين واستمرت هذه الأقساط إلى هذه الأيام. إن الله لا يظلم أحدا ولا وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا وما الله يريد ظلما للعباد ينفي الله سبحانه وتعالى نفيا قاطعا أن يظلم أحدا. بدأ الأقساط البوطي يدفعها في الثمانينات حينما سكت عن جرائم قام بها المجرم حافظ الأسد. من هذه الجرائم بدأت في 76 حينما توجه الجيش كان جيشا وطنيا قبل الثمانينات فحوله حافظ الأسد في 1980 لجيش حماية العائلة. كل من يخدم في هذا الجيش لا يحمي سوريا ولا يحمي الطائفة النصيرية إنما يحمي عائلة واحدة وما أخطأ من سماه جيش الأسد. دفع الأقساط البوطي بسكوته عما جرى في تل الزعتر. دفع الأقساط البوطي عما جرى في هنامة 980 مزرعة هنامة. دفع الأقساط في سكوته 980 على ما جرى في 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 حلب في هنامة في حلب وفي جسر الشهور. وفي مزالة تدمو التي قام بها أخوه. واستمرت مجازره 1982 كان عدد القتلى في حماة كان عدد القتلى 45,000 وهدم 88 مسجدا وزاوية وكنيستان. فسكت وهدم ثلث حماة سكت عنها المدن. ثم سكت عن مجزرة ارتكبت في طرابلس 1985 راح ضحيتها 47,000 من أهل السنة والجماعة. فأصبحت نزل عليها مليون قذيفة وصاروخ. سكت عنها. سكت عن الشاربات التي نزعت من قبل المظليات الآنسات في رفحة الأسد حينما كان يصنع الطلائع في وادي بردة رفعة الأسد ويجبر الطلائع بكلا قسميهما أن يناموا مع بعضهم البعض. وتوجها بأن نزع الإشارات عن النساء المسلمات في دمشق. سكت عن الموطن.
سكت البوطي عما جرى في 1936 في الأموي حينما دخلت مصفحات سليم حاطوم وبرأت للرش في الأموي. وكنت يعني في تلك الأيام مجاري للأحداث كلها، وسكت عن ذلك حتى عام، حتى قبل الثورة بأسبوعين. بقي ساكت البوطي عن مجزرة ارتكبت من قبل أمين الحافظ وسليم حاطون في جامع الأموي في دمشق. فبقي ساكت البوطي عشرات السنين حتى عام 2010 قبل بدء الثورة بأسابيع، وإذ يتكلم سمعته بأذني في الأموي قال: الآن عرفنا مين كان وراك الاستعمار وراء مجزرة القتل الذي جرى في الأموي. والله من حينها تراجعت خلفا، فهي هي مؤامرة. منهم مشايخنا، مشايخنا أطلع عليهم ضرب البارود الروسية ولا زال إلى الآن آثار الضرب الروسي. هذول العلماء مشايخنا العلماء في الأموي. من حينها يعني كما يقال بدأت أشك في الموضوع. أضفت إلى ذلك حينما خرجت من السجن ذهبت إلى بيتي فقال لي إنه كذب. قلت: كيف لا يخرج هؤلاء البشر العشرات منه في السجن؟ قال: والله أنا عملت جهدي إنه طالع الشيخ هاشم فما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعمل أقصى جهده مع باسل فما التكش إليه باسل ولا عول عليه بكلمة واحدة. إذا هو مستخدم عندهم. جاءني بعد ذلك أخبار كثيرة جدا جدا بأنه كان يتعامل مع محمد ناصيف، وجاء رجلا يريد أن يدخل الإسلام، رجلا نصيري واهتدى إلى الإسلام، فقال: تعالوا حتى نسأل ماذا نصنع. فأعطاه البوطي رقم إنسان، ذهب إلى هذا الإنسان وقت محمد ناصيف وقال: لا يا أخي الهيبري بدأ تدخل عن أهل السنة والجماعة. وسلم الله عز وجل من أن ينال هذا الذي يريد أن يدخل الإسلام فعلا من بلاء محمد ناصيف. هذه أقساط دفعها البوطي، فكانت النتيجة معروفة. قال البوطي في كثير من كلماته: إنني قرأت حزب مبادئ حزب البعث فما وجدتها تتعارض مع الإسلام. كل أهل الأرض يعلمون تماما أن هذا الحزب المجرم الذي صنعته بريطانيا من قبل على رأس مشير عفلق وصلاح الإطار خصص خصيصا لضرب المسلمين، وهو حماية وسياج حزب البعث ألف فقط ألف ليكون سياجا خشية عودة الخلافة ونشرت القومية من وراء حزب البعث. فقال: ما وجد تعارض البوطي مبادئ. أيها الأخوة، سكت البوطي عن قانون 49، وهي أكبر جريمة ارتكبها حافظ الأسد في أن يعدم المسلمين مجرد أن ينتسب إلى فئة معينة كالإخوان القيم. هل وجدت إنسانا في الكون كله يصدر قانون بإعدام شعبه؟ وسكت البوطي ويعرف البوطي. يعرف البوطي تماما أن المادة الثامنة من الدستور ألغي الدستور ووضع الدستور الجديد. النصيري المعروف رئيس جامعة دمشق محمد الفاضل، ومع ذلك كل العلماء تكلموا إلا البوطي ما تكلم كلمة واحدة في وضع الدستور الذي يسير عليه حافظ الأسد. ما تكلم ولا كلمة. ألغى حافظ الأسد الجيش الوطنية في عام 1980 بعد حركة إخوان. سرقت سوريا بذهبها وتراثها ومخطوطاتها.